بسم الله. ان احنا كان قدامنا اللي هي تكاليف مزرعة رجل، فعرفنا فقدرنا بالفيجرو نيتروجين نقلل الوحدات النيتروجين. يعني كان مفروض من اللي هو النكتارين بيتحط حوالي 90 وحدة نيتروجين، خليناها حوالي 70 وحدة بفعل فيجرو نيتروجين. كذلك الجيزة بي كي المفروض ان هو نحط 110 وحدة، احنا برضو قدرنا ان احنا نحط حوالي 80 وحدة نيتروجين. كذلك في الكالسيوم، نسبة اللي هو الكالسيوم رغم الأحجام ورغم كده كانت بالنسبة عشان الكالسيوم بورون كانت حوالي نسبة وحدات الكالسيوم حوالي من 10 ل 15 وحدة. واحنا شايفين برضو بشكل شغل الزنك على الورق والمنجنيز وفيجرو الحديد. شكرا.